وشايف فيلم اتعمل بدعم يو ان وومن والمجلس القومي للمراه، شايف دي تجربه شكلها. والله يا قبل اي حاجه شكرا لمؤلفه الفيلم وشكرا لمخرج الفيلم اللي هم قبل الدعم اللي هم كانوا مهتمين بالقضيه، شكرا للممثلين. وانا عن نفسي بحب بميل اكتر للسينما المستقله او السينما البديله، بفرح ان يتعمل سينما حلوه شبه الناس حقيقيه، وده الحل في الفتره اللي جايه عشان يبقى في غزاره في الانتاج. يعني انت جاي النهارده بتدعمهم، فانا عايز اعرف برضه بدعمهم، دي كلمه كبيره قوي. انا جاي النهارده اختي بطله الفيلم فاطمه واصحابي، فطبيعي ان ابقى موجود، مبسوط بيهم، فرحان ان في فيلم محترم، فيلم مصري حقيقي شبه الناس، بيناقش عن قضيه الست بشكل عام، فدي حاجه مشرفه. اتمنى ان اي حد يبقى موجود ويتفرج وبياكد على نجاحها. لو بنتكلم عن مسيره فاطمه، يمكن هي لسه كمان قايله انها بتغني وان في عندها اكتر من موهبه في اكتر من مجال، انت شايف نجاحها شكله ايه ومحتاجه ايه كمان في الوسط عشان تبقى اقوى من كده؟ ولا اي حاجه، فاطمه موجوده من قبلي وموجوده من بدري. السلالم بتاعت النجوميه دي بتاعت ربنا، هي محتاجه ان هي تبقى بتعمل ايه حبايه، دي اهم حاجه، واللي الحمد لله تعمل دوت. ان الاماكن فين مش ده الاهم، الاهم الواحد يعمل اللي هو بيحبه ومؤمن بيه، فهي الحمد لله عامله ده. في مظاهرات على السوشيال ميديا عايزين ابو العروسه، عايزين ابو العروسه، انت هتدي لهم ابو العروسه ولا لا؟ والله يا بضم صوتي لصوتهم، احنا برضه عايزين ابو العروسه يا رب. ايه اللي موقف الموضوع وايه اللي انا بقى شايف دلوقتي؟ اي سؤال لاي ممثل عن اي عمليه انتاجيه ده سؤال خاطئ. يعني السؤال ده انا بساله زيك بالظبط. عمرك ما هتلاقي فنان عنده معلومه غير اي حد بيطلع يقول اي كلام بيملى وقت، لكن فعليا ده شغل انتاج، فالوحيد اللي مسؤول الموزع والمنتج، المنتج اللي هو الشركه المنتجه والموزع القناه اللي بتعرض، هم دول بس اللي عندهم معلومه، غير كده فعليا ما فيش حد عنده معلومه. لكن ما فيش اي تواصل او اي كلام بينكم على اي تواصل في الناس نفسها مش عارفه، ما حدش عارف حاجه. تمام. في عرض مسرحي جديد بتجهز له كده، عايزين نعرف تفاصيله، معاك دنيا ومعاك فاطمه وبتكلم عنه. حب رايح جاي، عرض ان شاء الله نفتحه في خلال ما بين 15 20 يوم بالكثير على المسرح العايم، بطولة نخبة كبيرة من الفنانين، يعني يا رب يعجب الناس. عرض شوية بنحاول نرجع روح المسرح بشكل مختلف يا رب. عندك ايه دراما او سينما الفترة اللي جاية؟ مسلسل نازل اسمه مملكة ابليس قريب ان شاء الله، وعندي اول فيلم بطولتي كان بتعرض في مهرجان اسكندرية اسمه ورقة جمعية، وعندي فيلم يوم وليلة، وداخل تاني فيلم بطولة اسمه خنجر توت، يعني الحمد لله ماشية الدنيا. حلو جدا. مملكة ابليس كان بقاله فترة طويلة بيتصور، فالوقت ده كان ليه بقى؟ برضو بص، دي اسئله كلها انتاجيه، يعني الممثلين ما لهمش علاقه بيها. ليه بيتصور؟ لان بيعطلوا. ليه بيعطلوا؟ عشان الوحيد اللي عارف المنتج. ما بقولك في اوقات الممثلين بيقعدوا يقولوا كلام مش منطقي ومش حقيقي، فانا ما بحبش اقوله، يعني فعليا مش عارف. بتمنى لك التوفيق دايما. ربنا يخليك لينا كلنا.